أكدت النجمة إلهام شاهين في تصريحات إنه لا صحة على الإطلاق لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية بتعرضها للاعتداء مع الفنانة سماح أنور بسبب مواقف سياسية، وأن الأمر يتلخص في حدوث حادثة في موقع تصوير مسلسل نظرية الجوافة بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتابعت إلهام إنها لم تكن في المشهد من الأساس، وأن الحادثة التي وقعت كانت كبيرة لحد ما، وهو ما تسبب في إصابة الفنانة سماح أنور بكسر في القدم وذهابها للمستشفى، وتم وضع قدمها بالجبس. وهناك حالات إصابة في بعض المصورين وعدد آخر من العاملين بالمسلسل، وستقوم بمتابعة حالتهم للوقوف على الإصابات التي تعرضوا لها.